بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحب بكم في حلقة جديدة من مزاج سوداني. حلقتنا اليوم مختلفة. قبل ما نبدأ فيها خلونا نرحب بضيوفنا الأعزاء. دكتور أنس العاقب مرحب بك، أستاذ زبير سعيد مرحب بك، والفرقة الجميلة الأساتذة الأجلاء مرحب بكم مرة ثانية. حقيقة نحن الليلة عايزين نتكلم عن عبقري من عباقرة الموسيقى في السودان، واحد من الذين أسسوا مفاهيم أساسية في عالم الموسيقى، نقل الموسيقى السودانية نقلات بعيدة 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 جدا، ويعني عطاء كبير وغزير، إنتاج متنوع مختلف غطى كل الأشكال والأنماط الموجودة. بوري محمد دفع الله، هذا الموسيقار العظيم تجربة تستوجب الدراسة، لازم يكون في مدرسة اسمها بوري محمد دفع الله، لأنه حقيقة هي مدرسة لازم الناس تدرس الظروف اللي صنعت عبقري مثل الراحل الكبير أستاذ بوري محمد دفع الله. نبدأ حلقتنا بمقطوعة المروج الخضراء للراحل بوري محمد دفع الله. كانت هذه المروج الخضراء. لما نتكلم عن بوري محمد دفع الله، بس لو مسكت الاسم بتاع المروج الخضراء دي، يعني بيوريك انه بوري محمد دفع الله عباره عن يعني ذاكره عجيبه جدا، ومخزون ثقافي كبير سمعي، ويعني بوري محمد دفع الله نتاج لمخزون كبير جدا جدا وتنوع في السمع. هذا الرجل يعني يمتلك ذاكره موسوعيه، بيظهر الكلام ده في شكل التفاصيل والتاليف الموسيقي بتاعه، وكون انه يقدر يصور جمله في تحت مسمى المروج الخضراء، كون يؤسس لفكره زي دي في حد ذاتها عبقريه. كلمنا اجمالا عن تجربه الرائع والراحل الكبير استاذنا بوري محمد دفع الله.
والله استاذنا الكبير ابونا محمد ضف الله سعيد انا بانه يعني عشت زمنه و دانيك يعني احتراف واهتمام ونشأت بيناتنا علاقة مودة يعني كده. في مصر كان في واحد أحمد حسن الشجاعي ده كان ماسك الموسيقى في الإذاعة المصرية رأيه بيمشي على أي زول هو موسيقي نعم برأي كان هو نفس الزول الشخص اللي بيمثل يعني الشخصية الكاريزمية اللي كان يعني ما يعني هو ما كان موسيقي يعني بعكس الناس لكن كان رأيه واضح يعني وكان منتج بعدين يعني حاجات غريبة جدا انه برأي ده كان افندي في الدولة يعني ما كان يعني ما محترف الموسيقى يعني نعم. بقدر ما هو يعني نشاط في العزف يعني وسبقوا ناس كثيرين في العزف العود يعني فجات المرحلة تعالوا تأسيس اوركسترا في الإذاعة 50 كده 51 كده أسس أوركسترا ده الأساس اللي خلى برعي يتفجر إبداع نعم مقطوعات ألحان إشراف على ألحان رئاسة مكتب الموسيقى ولذلك وسافر كثير وقرأ كثير مش مصر قرأ درس موسيقى عربية فيعني وأخذ يعني من التراث السوداني كثير جدا لكن الحاجة الوحيدة اللي يعني برعي محمد ضفاء الله حافظ عليها هي خماسية الموسيقى السودانية برغم انه غازل السباعي شوية كده في المروج الخضراء وفي وين كده يعني عرضا كده جاب النص التون يعني لكن عنده خيال واسع جدا نعم جو ادادته لعزف العود خلى تركيب الجمل بتاعته يعني مختلفة من الآخرين يعني ما لها حدود نعم نعم والجمل بتاعته بيركبها تركيب يعني حاجة جميلة جدا في أنه أنت لما تعزف لبرعي تن 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 يعني تلقى القفزات دي عنده كثيرة جدا والرجوع ثاني انسياب الألحان يعني في زي بشير عباس يعني أسلوبه في التأليف للمقطوعات غير أسلوبه في التأليف للألحان يعني نعم فهو يعني عنده الحل كثير جدا جدا ولعلمك هو برأي كما قيل لنا كان ناوي يخش مغني وقالوا لنا الجماعة صوته جميل جدا يعني كان صوته لكن كان خجول يعني خجول في انه يغني وكذا ما في ناس كثيرين يعني بيخجلوا من الغنى يعني لكن صوته جميل جدا يا سلام عشان كذا نجح في انه يعمل ثلاثيات يعمل مجموعات يلح لمجموعات ويلح لعاشي ويلف لفلانين ولذلك هو يعني زخم المكتبة السودانية بموسيقى بمقطوعات كثيرة جدا بألحان كثيرة جدا جدا بمواقف ذاتها يعني مهمة جدا في حياة الموسيقار يعني يا سلام وبهذه العظمة يعني أختمها بحاجة محزنة جدا إنه في يوم ما جاء داخل الإذاعة قال أنت ممنوع من الدخول فتاني ما رجع للإذاعة لا حول نعم ربنا يرحمه ذكريات سيئة جدا فقدم للسودان كثير يعني رحمه الله وعنده أسلوب وعنده يعني كاريزما في شغله وتأثروا به ناس كثيرين جدا جدا في عزفه على العود وفي طريقة الحال يعني وغنوا له كثيرين جدا جدا نحن بنحيي أسرته من هنا نعم بنرسل رسائل لأسرته ونقول له رمضان كريم كل سنة طيبين وخلينا يجيك يا أستاذ زبير أنا أفتكر إنه تجربة أستاذنا برعي محمد ضفاء الله نقلت الموسيقى السودانية إلى تجربة جديدة ولاستخدام جديد اللي هي فكرة التوثيق إنك أنت كيف تعمل دوكيومنتيشن بالموسيقى لتفاصيل الحياة اليومية يعني مثلا تلقى أسماء مقطوعات الموسيقية هليت يعيد فرح الشعب المروج الخضراء ملتقى النيلين يعني في توثيق لتفاصيل وده استخدام جديد للفن والموسيقى وبرعي رحمه الله يعني المسميات دي ذاتها ما كان اختياره ما كان عبط يعني نعم كان عنده دلالاته وعنده مبرراته يعني لانه هسي يعني المروج الخضراء دي والمروج الخضر انت هسي لو تخيلتها الصمام ممكن يكون في اسم مناسب اكثر من الاسم ده يعني
نعم. فالاسم نفسه بدي المقطوعة الموسيقية شخصيتها وبديها مقدمة. أنا ما أسمع اسم المقطوعة، اسم المقطوعة كده بتخيل بعدك، بتخيل ممكن المقطوع يكون شكله شنو يعني. يعني الاسم ما مجرد بس لوجو يعني، هو عنده دلالاته الإبداعية المؤثرة جدا. نعم. أنا أفتكر إنه برعي واحدة من أجمل حاجاته. أول حاجة يعني برعي وجد إعجاب واعتراف من زملائه، يعني وجوده في الفرقة القومية، قائد للفرقة القومية، الفرقة القومية الإذاعة والتلفزيون. أنت في وسط واحد لما تلقى الإعجاب والاعتراف معناه بتلقى الدعم، على الأقل الدعم المعنوي. بتاخد الضوء الأخضر باعتبار أنك أنت قائد مؤثر في المجال المحدد. أنا أفتكر أن المسألة دي توفرت لبرعي بشكل كبير جدا. الناس اللي تأثروا ببرعي نفسهم جاهروا بهذا التأثير واعترفوا به. يعني أستاذنا الراحل بشير عباس واحد من اعترافاته الجهيرة أنا شخصيا قال لي إنه هو تأثر جدا وكان معجب جدا بطريقة برعي في عزف العود. صحيح. وده كان مدخله ذاته، واحدة من الأشياء اللي غادته لأنه يدخل مجال الموسيقى هو إعجابه ببرعي محمد ضفع الله. برضو بنرجع نلقى برضو العمق السوداني الما ما 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 في نوع من الادعاء بالمناسبة. يعني صميم جدا، يعني تفاصيل المزيكا بتاعت برعي إذا كان في الألحان اللي قدموها فنانين آخرين على رأسهم عبد العزيز محمد داود أو المقطوعات الموسيقية، يعني دي لا يمكن تكون إلا سودانية. نعم. سودانية الهوى والمزاج والإيقاع والتفاصيل الجميلة كلها. يا سلام يا سلام. أنا حقيقة يعني بالكلام الجميل ده كله يعني بتظهر الحاجات دي في تفاصيل الموسيقى بتاعته أكتر من يعني موسيقى وتتحدث عنه أكتر من إحنا نتكلم عنه. ما في كلام. دعينا نمشي لجزئية تانية. دعينا نشوف كيف قدر أستاذنا الراحل الكبير برعي محمد ضفع الله أن يصور فرحة الناس بالعيد، حكاية هليت يا عيد، خاصة نحن في رمضان ويعني إن شاء الله يعني في على مشارف استقبال العيد يعني. يعني كيفية توصيل إحساس هليت يا عيد بالنغم بالمقطوعة الموسيقية البحتة، أفتكر دي فيها جهد عظيم جدا، وهو استخدم أدوات فنية كثيرة جدا عشان ما يوصل الإحساس ده. خلونا نشتغل هليت يا عيد ونرجع نتواصل.
يا سلام هليت يعيد. مؤلف محترم يا دكتور أنس. وصراحة يعني خلينا طيب نتكلم شوية عن الأستاذ برعي. الخيال خيال الما محدود، استخدامه للمخزون بتاعه، مخزون بتاعه السمعي. أنا أفتكر أنه يعني أكثر من احترم البيئة وتحدث عن تفاصيل المكان في السودان، أفتكر أنه هو برعي محمد دفع الله. قدر يعني ينقل صور المكان والزمان، عمل لهم توثيق كامل عبر مقطوعاته الموسيقية. أنا أفتكر المؤلف الموسيقي بيجد نفسه في التعبير بدون كلمات. نعم. لأن الموسيقى بحتة يعني. لأنه حر. ما مربوط بكلمات وكوبليهات، مربوط بالفكرة اللي في ذهنه يعني. صح. وفي المقطوعة دي هي هليت عيد؟ هليت عيد، نعم. واحدة من أكثر المقطوعات اللي في النص حاول برعي محمد دفع الله يخرج من السلم اللي فيه إلى سلم آخر، لكن بسريع شديد. نعم. ما أعرف، ممكن في أصدقنا هنا. أنا ما أعرف أوصفها كيف. دائما بحكم تجربتي أنا، إدخال النغمة الرابعة اللي هي نحتوي فا فا في 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 السلم وجل، أصعب من أنك تجيب الحساسة، لأن الحساسة بترتاح في التونيك يعني، بترتاح في، لكن فا بتديك القلق وخليك تنتعش في لو سب دومينانت على السلم. أي سب دومينانت. أنت كيف تنتعش في أنك أنت هاي وجميلة، حاجة جميلة جدا جدا. فالتفكير الموسيقي بعدين، كان الموسيقى دي ما ابستراكت، ما حاجه مجرده يعني، يعني تبدا تقول الله هنا حب، هنا كراهيه، لا هنا عاطفه، هنا شجن، هنا كده يعني. ال- 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 زي ما بيقول خواجات ثم اغاني بدون كلمات يعني، تعمل قطوع بدون كلمات، سونغز وذاوت ويرز يعني. ف برع جات في الحكايه دي. والحاجه الثانيه ثقافته. برع يعني راجل قاري ودرس واشتغل موظف، والزمن ذاك الحياه في السودان حياه كانت الثقافه فيها، الحركه الثقافيه متحركه من النوادي ومن المنتديات ومن الاذاعه كده. الشيء الثاني هو استطاع زي ما قال الاخونا الزبير انه يعترف به والاخرين، ينتزع هذا الاعتراف مش من زملائه بس، من الدوله يعني. كان برعي ده شخصية زيه زي وزير، زيه زي ذول ثاني محترف، مش لأنه هو ذول يعني شخصيته كده قاهرة كده وبتاع، لأنه شخصيته كده محترمة. كيف؟ يعني ما أعرف عنه مثلا حاجات كده بيعملها، ولا أعرف عنه، ما سمعت ولا شفته بيدخن، ولا سمعنا كان بيشرب ولا كده يعني. ذول خلاق ومحترف، محترف فنه ده ومحترف يعني. يعني أنا أفتكر عنده مقطوعات كثيرة جدا، ومن هذا المنبر يعني معانا الأستاذ زبير بشير والقائمين على هذه القناة أستاذ موائل، أن نقوم بعد ده نشد الحزام بتاعنا ونبعث هذا يعني من جديد. نعم، لأنه خلاص يعني نام في الشرايط أكثر ما يجب يعني. ده كلام سليم، مر على 50 سنة. فعشان كده أفتكر نبدأ ببرعي، لا جدا، ونحلل وكده، في حاجة مهمة نقدمه للناس بالشكل بالأوركسترا الممكن تقدم العمل فعلا. وانا زي ما قلت لك هي تجربة تستوجب يعني الدراسة، ونقدمه للعالم. بالمناسبة أنا أقول لك كلام يعني، ونحن موسيقتنا فيها العناصر اللي بتخليها موسيقى عالمية، زي الهندية، زي الصينية كده، عندها شخصيات الكريمة بتاعتها. نعم. في غرب افريقيا كده، أنا شفت في 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 تشاد زمان في استيلاد، لما يجي يطلبوا المسيحيون الفنان بيطلبوا في 3 غنوات مش واحدة. نعم. يجيبوا بريعود في 3 غنوات، أحمد المصاب في 3 غنوات كده يعني، بكثرة الحب بتاع صحيح الناس للغناء السودانية. مرة وزير الثقافة، أنا أقول لك وزير الثقافة كان في جيبوتي، وكان السودان ده وسيط بين دولتين جارات يعني. ف
وكان هو الوسيط يقرب بين الناس كده. فقاموا قال له ناس الدوله ناس جيبوتي مدير الثقافه قال شو يا استاذ عبد الله الدور الجاي تجيب محمد وردي تجيب اسمه مصطفى وتجيب فلان ابن الباديه وتجيب كده اذا ما جبت ذيل مباحثات ما في. يا سلام ده كمان ده برضه بودي لي يا استاذ زبير عشان نقول لك انه مثلا تجربه بوري محمد دفع الله هي كانت كلها غفزات يعني صحيح. كلها كانت عباره عن طفرات يعني الطفره الاولى فنيه. خليني اتكلم عن التجربه بتاعت استاذ نبرعي على المستوى الانساني نديها بعد ثاني. انا افتكر انه نقل الفنان من خانه الى خانات يعني لقدام مجتمعيا وانسانيا ومن كل التفاصيل دي يعني صحيح. قدم الفنان في صوره باهيه وزاهيه وفيها كاريزما زي ما قال الدكتور انس صحيح. افتكر دي نقله برضه يعني نقله كبيره. ونحن طبعا يعني ما صغار شديد يعني نحن في اولاد بانت يعني بيشوف براعي معارك وبراعي داخل يعني كجزء من 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 ملمح الحله يعني. فبرعي رجل كان شديد التهذيب مهذب تهذيب عجيب يعني اكيد زول فنان بالمنتوج ده لابد انه يكون حاله خاصه يعني برعي اللي بيشوفوا الناس في التلفزيون ده قاعد بالادب والتهذيب ده هو نفسه برعي كنا بنشوفه في الحله بيمرق وبرجل البيت وكده. بعدين انا واحده من الحاجات برعي المقطوعات الموسيقيه بتاعته واحده من الحاجات المهمه جدا انه هي مفعمه دائما بالامل والتفاؤل وشحز الهمم ورفع القدرات يعني مزيكا ما فيها اي انكسارات ما فيها احباطات. حتى لما تسمع مقطوعات برعي انت بتحس انه جددت خلاياك يعني وحسيت بانه انت عندك طاقات كامنه يعني بدات تتفعل. والتلفزيون ده لحد ما سطوا عليه الجماعه ربنا أنا السطوة اللي حصلت للتلفزيون ولأجهزة الإعلام في الفترة بتاعت 30 سنة أنا أفتكر إنه نحن كصغار كنا بنشوف المقطوعات. التلفزيون ده كان بيقدم المقطوعات الموسيقية كان في فقرة كاملة فيها مقطوعات موسيقية بيجيبوا ثلاثة لأبو رعي اثنين لأحمد زاهر اثنين لبشير عباس مقطوعات لكل مناحي الحياة. أنت بتسمع مزيكا محترمة من جهاز محترم في وقت محترم جوا بيتك في أسرتك سمع ذاته فوق البعد الجماعي. أنتوا قاعدين الأسرة كلكم الناس بيقعدوا السودان كان بيقعدوا يسمعوا المقطوعات بتاعت برعي ده في الإذاعة والتلفزيون نعم. فتحية للإذاعة والتلفزيون لأنه قدموا المقطوعات دي بتجرد لحد ما جت جماعة قلت لك لبسوا التلفزيون ده ديجن بقت المسألة بعد ذاك ما يعني جاطت حقيقة يعني جاطت وبقى التلفزيون بعد ذاك ما مصدر ترفيه ولا مصدر جمال بل أصبح هو ذاته مصدر قلق يعني وبقى مزعج ما في على مستوى الشوف. انا من الحاجات اللي بتلفت نظري جدا في برعي ما اعرف انا الناس الثانيين لكن برعي ده لما يكون بيعزف مع المجموعه انا شخصيا كنت بعاين في عيونه نعم يعني الناس ممكن يكونوا منشغلين بحركه انامله لكن كنت بكون حريص عاين في عيونه يعني ما بتتخيل كم التعبير اللي بيكون في عيون برعي اثناء ما هو صحيح مقطوعه موسيقيه. انا افتكر انه بس انا اختم لك في حاجه من هذه الحلقه والكلام عن الاستاذ برعي يرحمه رحمه واسعه يعني اذا بدينا فعلا بالوعي في انه الموسيقى البحته دي مهمه جدا في حياتنا بنكون ارتفعنا من الزائغه بتاعتنا جدا. ايوه من السمع بتاع الاذان الى الاستماع صحيح اللي هو والانصات نعم. واذا ده وصلنا له ثاني ما في حاجه اسمها غنى هابط حيظهر فن جديد اكيد صحيح. انا افتكر انه الناس دي احترموا يعني الذائقه السودانيه واحترموا المزاج السوداني واحترموا يعني المتلقي السوداني. ناخذ مقطوعه بتاعت فرح الشعب نشوف انه كيف صور مهرجان كامل لفرحه بتاعت شعبي كامل في معزوفه يتعامل معاه بادوات رفيعه المستوى لغه حواريه جميله جدا جوا جمل يعني فيها استعراض. طيب نستمع لها